بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر ناظر سيتي خ الزياره اذا غير النهارك، والحمد لله توجب الزياره تم الزوار ناظر سيتي بدات كان الزياره تم متفقده نقط فقد الفئات الصغرى مو واخا تسور شويه خ مين توقع عند دي ملعب الشباب والرياضه الفئات الصغرى خصها تبين غير الفكره الراي العام بانه الفئات الصغرى نيغ المدارس الكرويه نيغ الجمعيات مش مخسرس كني تسمان بان انه نيغ المعاناه تم قرنت. اول معاناه هي معاناه البنيه التحتيه فوربو مش توارام قمر دازرو مرة دي كنت راهي قصح انه هذا سيراح جرام مزيان، ولكن وانا من غير كنت حاول انه نضحى وهاني راه دي الملعب ملعب كارثي لا علاقة له بكرة القدم. تا مسألة تم الزوار، المسألة الثانية هو مسألة اللي فيستيري غاسل ملي سلسلة يلعب من عودة رود نسل المسائل اللي فيستير كارثية وليس لا تفاوت وليس لا يمان وليس والو. توجد غير السؤال للمسؤولين قاسنا مش الزوم انه تقال فئات غير حنجان تندين تقع عدني ودان رياضيين اتقع عدن خل مخدرات ممكن ولا سنطوفا والو. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هو مسألة انه الدعم ودي بوش الدعم مادي تماما للجمعيات الكرويه المدارس امتيال السيبالو تنزيل مجهود الخاص المدربين ما عليك وادي نبو يجري انخراطات بسيطه حنا جاني مزيان قوت خدا صنبول المدربين. اذا ظروف التدريب نيغ ظروف العمل قاسيه لاقصى درجه مش توارا يمكن ودان ثانيين. وعدنا نغ بانه الملعب هادي عدن الشباب والرياضه، ولكن حاليا الوعود التواريخ الشوارغ وعود فارغه وزريغ والو انه سين كسين العينه زي الملعب ولكن هو يظهر والو والسين ما يودانا قاعدة سند حضرين نيغ نقاس نشن حبر على ورق مشنا ورب داغ وعدنا نغ وعدنا نغ مش كين خو الملعب البلدي ملعب بلدي تقعد دي مدة مشان يقص عشرة حدار ندايس ودس قلة تريبونال ودس قلة ليفيسير لا والو. إذا شمي خصاص يوجه غزيل من بار ناظر سيتي هو يجي النداء المسؤولين خصاص يلي ما هو بالضمير ما هو خزام غير حنجان مزيان مويتير انا وفا ماسن غير مزيان اما نشين وغنغمين غنخسر نشين كاوطور نسعدو من نسعدو تمني انه الرساله هذا سنتاوض ادو فاني حنجان مزيان الملاعب ماني غيران هذا سنو فان البنيه التحتيه ماني غنقل المسائل سن باش نسقع غادي الجيل الصالح الجيل الرياضي ونشكر نادو سيتي وشكرا سواطاس. السلام عليكم، قاني محمد العنقوري لاعب مدرسه تومات الهلال الناظور. غنغفر بوحري غنغي زرا فينتات توري من الملعب وغاتبو الشبكات شين غنخشن الطاقات سبحانت شين غنخشن الطاقات سبحانت توري غنبو الشبكات دا ولو غنغي لعاب سبحان ولو بالنسبه ليش يعني ما تفتش المشكل ديال الملعب. واه مثلا خميتي راه بالون ياك كره نغ بسبب ازرا شا عاود شمر في بارتاس خمي الشات يتبان غد كني وجبو دغون التفولاتي لي غول مين تقدر المسؤول ها ايوا هذا قاعد نفور بويا واه. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا وقبل كل شيء تنشكر ناظور سيتي لان ناظور سيتي دائما تتابع الرياضه ديال المدينه الناظور فيما يخص المشاكل اللي تنعانيو منها وهي الملعب. اذا الملعب هما تقولوا بانه في اصلاح، ولكن حنايا ما عندناش فين غادي نلعبوا من بعد، يعني من غادي يكون من غادي يبداو الاشغال ما عندناش فين غادي نترينيو، ما عندنا لا ليفيستير لا ملعب لا حتى حاجه ما عندنا هنايا. اذا حنايا تنعانيو بزاف، اذا الناس المسؤولين تنطلبوا من الناس المسؤولين يعني يتدخلوا في هذا الشان هذا باش يشوفوا هاد الوليدات فين غادي نلعبوا. اذا غادي تسد لنا الملعب غادي نلقاو مشاكل كبيره صراحة. الأرضية أنت تشوف لأن عامرة حجر، ما كاين لا فيستيرات لا يعني مكرفسين بصراحة، يعني الرياضة تنديروها هنايا بزز. هذا هو اللي كاين، لأن حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين يعني هما يدخلوا ويبينوا لهاد الشباب هادو باش حنايا حتى هما يشجعونا حتى حنا. باش التدريس شحال انتم كتزاولوا يعني كره القدم في هذا الملعب هذا، وشحال انتم كتسمعوا الوعود؟ وهذه مده يعني تقريبا هذه راها شي 5 سنين وحنا تنسمعوا بان غيصاوبوا الملعب غيديروا هذه وهي ما كاين حتى شي حاجه. وحنا تنعانيوا يعني ماشي من الملعب تنعانيوا حتى من ليفيستير ما عندناش، ليفيستير ما فيه لا ما لا والو، ما كاين حتى شي حاجه، تندخلوا تما كانت الريحه كريهه بصراحه، يعني حتى الوليدات الصغار تدخلوا تما كاينين فين غادي نمشيو؟ ربما الفريق الجزائري تزور مدينه الناظور واش ما كتلقاوش انكم راسكم يعني في واحد الوضع يعني؟ نعم يعني ما تندخلوا شي فريق بحال نهار الحد دخلنا هنايا الاهلي السلوي، يعني شافوا هاد الحوايج هادو تعجبوا وقلت لهم اودي راه حنا تنعيشوا هنايا كارثه ديال 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 الفيستيرات وديال الملعب ولادي، يعني صعيب باش تمارس الرياضه هنايا. نعم، كلمه اخيره موجهه للمسؤولين.
وحنا تنوجهوا الناس المسؤولين يعني باش يدخلوا ويصاوبوا لنا شي ملعب زوين ويلي فيه استيرات باش نلقاو حتى حنايا ندخلوا نلقاو واحد الحاجه نقيه والوليدات حتى هما يشوفوا واحد الحاجه اللي هي نقيه باش نزيدوا حنا نتشجعوا ونزيدوا نمارسوا رياضه كره القدم.